أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار الثانية من قناة التناصح ونستهلها بأبرز العناوين. بريطانيا تجدد تحذير رعاياها من التواجد في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية. وزير الخارجية المفوض بالحكومة المقترحة يصف تصريحات حفتر بالشأن الجزائري بغير المسؤولة. الشركة العامة للكهرباء تؤكد عودة الكهرباء تدريجيا للمناطق الجنوبية والغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة ليبيا فورا بسبب ما وصفته هشاشة الأوضاع الأمنية وتدهورها نتيجة الاشتباكات. الخارجية في بيان لها على موقعها الرسمي الثلاثاء حذرت من احتمالية تنفيذ هجمات إرهابية وعمليات اختطاف لرعايا أجانب. وكانت الخارجية البريطانية أعلنت استمرار إغلاق السفارة البريطانية في طرابلس مؤقتا موجهة أي رعايا بريطانيين موجودين بليبيا التوجه إلى بعثة بلادهم الدبلوماسية في تونس. هذا واستنكر حزب الجبهة الوطنية الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط صباح الاثنين راح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين. الحزب في بيان له الثلاثاء أشار إلى أن من قاموا بهذا الفعل الآثم في هذا التوقيت يهدفون من ورائه إلى عرقلة عجلة التنمية وإشاعة الفوضى وتهزيم الأوضاع بحسب البيان. دعا الحزب الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطني والمواطن. هذا ودنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا الهجوم الذي حدث صباح الاثنين على المؤسسة الوطنية للنفط. السفارة عبر صفحتها الرسمية أضافت أن المنشآت النفطية وعائداتها ملك للشعب الليبي وهي ضرورية لضمان مستقبل مستقر وآمن. ودعت السفارة جميع الأطراف لاحترام المؤسسات الليبية السيادية والامتناع عن أعمال العنف والترهيب في طرابلس. وجددت السفارة دعمها لما تقرر في الاجتماع الأمني الأحد الماضي بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وصف وزير الخارجية بالحكومة المقترحة طاهر السيالة تصريحات منسوبة لمجرم الحرب حفتر بخصوص الجزائر بغير المسؤولة. وأكد سيالة خلال اتصال مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل تمسك السلطات الليبية بالحفاظ على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مثمنا دور الجزائر في مساهمتها لدعم المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية. من جهته طمأن وزير الخارجية الجزائري نظيره الليبي بأنه ليس بإمكان أي تصريح كان ومن أي نوع المساس بالعلاقات بين البلدين، وأن الجزائر ستواصل جهودها من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا. هذا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب تهديدات حفتر ضد بلادهم. سياسيون ونشطاء عبروا عن غضبهم وسخطهم من تطاول حفتر على الجزائر. تقرير التالي يسلط الضوء على هذه التصريحات. أثارت تصريحات مجرم الحرب حفتر التي هدد فيها الجزائر بنقل الحرب إلى حدودها استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر. رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري علق قائلا إن حفتر المسنود مصريا وإماراتيا لم يجد أي حرج في توجيه تهديده للجزائر بسبب دخول عسكريين جزائريين حسب قوله للتراب الليبي. وتابع مقري بأنها جرأة غير مسبوقة من هذا الانقلابي الذي سلم بلاده لقوى أجنبية مجرمة تعيث في البلاد العربية فسادا. وبين هذه التعليقات الساخرة من رجل ما يعرف بعملية الكرامة الأول
هناك من وصف هذا الرجل بقائد لتشكيل إجرامي مدعوم بفتاوى وهابية أو ما يعرف في ليبيا بالتيار المدخلي. الباحث الجزائري يحيى جعفري قال إن قوات حفتر هي تشكيل من المجرمين القتلة مؤيد بالفتوى الوهابية والمال الخليجي والسلاح الصهيوني، وشدد جعفري على ضرورة التضييق عليه وخنقه في المهد بالطرق الممكنة. من جهته اعتبر مدير مركز الدراسات والبحوث في العالم العربي وشمال أفريقيا بجنيف حسني عبيدي أن تصريحات حفتر لا يجب أخذها بمحمل الجد، واصفا إياه بالرجل المتقلب سياسيا، بينما كتب أمين بن عمارة في تغريدة له واصفا حفتر بالمسكين والمفلس سياسيا وعسكريا، بالإضافة إلى إصابته بمرض العظمة وهو في الحقيقة لا شيء. ويرى مراقبون أن الهدف من تصريحات حفتر إهام المواطنين في ليبيا وخاصة المؤيدين له بأنه قادر على خوض معارك خارج الحدود الليبية. أما من الجانب السياسي فتشكل تلك التصريحات تحديا خطيرا وغير مسبوق لجهود الوساطة الجزائرية في حل الأزمة في ليبيا، لا سيما بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل التي أوضح فيها وجهة نظر بلاده بأنه ليس بإمكان أي تصريح كان ومن أي نوع المساس بالعلاقات بين البلدين، وأن الجزائر ستواصل جهودها من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا. قال رئيس جهاز الشرطة القضائية محمود أبو حميدة أن مجموعة مسلحة قامت بمعجمة مؤسستي الإصلاح والتأهيل في منطقتي الجبس وعنزارة خلال اليومين الماضيين على خلفية أحداث طرابلس هرب على إثرها نزلاء المؤسستين. أضاف أبو حميدة في مؤتمر صحفي الأحد أن النزلاء قاموا بتكسير الأبواب والخروج عنوة رغم محاولات العاملين بالمؤسسة اعتراضهم، وتمكن 700 نزيل من الهروب، مبينا أن عددا منهم رجع للمؤسسة من تلقاء نفسه. وأشار أبو حميدة إلى أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل يجب أن تكون خارج ما يحصل داخل مدينة طرابلس من اشتباكات. قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة لكهربان محمد التكوري أن أغلب محطات التوليد رجعت للخدمة على بعض المحطات بالزاوية والخمس وجنوب طرابلس. التكوري في تصريح صحفي الثلاثاء أضاف بأن مشكلة الإظلام التام انتهت، مؤكدا عودة الكهرباء لكامل المنطقتين الجنوبية والغربية مع العودة لبرنامج طرح الأحمال، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء بلغ 3000 ميجاوات حتى الآن. هذا وأكدت الشركة أن الوضع التشغيلي للشبكة العامة حرج وغير مستقر حاليا. الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية الاثنين قالت أن أسباب الخلل الحاصل في الشبكة وإصابة خطوط النقل والتوزيع والمحولات الكهربائية في مناطق الاشتباكات، وأضافت الشركة أن من الأسباب التعدي على مشغلي محطات التحويل وإجبارهم على ترجيع الطاقة بالقوة، بالإضافة إلى عدم تمكن مهندسي وفنيي ومشغلي مركز التحكم الرئيسي من ممارسة أعمال من داخل غرفة التحكم نتيجة عدم استقرار الأوضاع بعد الاشتباكات الأخيرة. وناشدت الشركة في بيانها المواطنين إلى التقليل من استخدام الأدوات الكهربائية حفاظا على سلامة واستقرار الشبكة. من جانبها أبدت بعثة الأمم المتحدة وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي الاستعداد لتقديم الدعم لقطاع الكهرباء في ليبيا. جاء ذلك في لقاء جمع المدير التنفيذي للشركة علي ساسي مع نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ماريا ريبيرو، وناقش الجانبان الحاجة لاستعادة الكهرباء لطرابلس وأهمية عدم انقطاعها بالمرافق الصحية بما فيها وحدات العناية المركزة، بحسب الصفحة الرسمية للبعثة. في ذات الشأن أكد عميد بلدية الزاوية جمال بحر أن المدينة تبادرت بالاستجابة في الدخول لعملية طرح الأحمال مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها الشبكة. بحر في تصريح صحفي الاثنين نفى دخول مجموعة لمحطة الزاوية رفض المدينة للدخول في عملية طرح الأحمال، مشيرا إلى أنه سيجتمع اليوم بإدارة الشركة العامة لكهرباء لبحث الإشكال الحاصل في الزاوية. يشار إلى أن الشركة أعلنت الأحد أن مجموعات دخلت محطتي
الزاوية وغرب طرابلس أجبرت المشغلين على إرجاع التيار الكهربائي بالقوة. وأكد عميد بلدية جنزور فرج عبان أن البلدية تخضع لعمليات طرح الأحمال أسوة بباقي المدن الأخرى. عبان في تصريح صحفي الاثنين أكد أن جنزور دخلت في عملية إظلام تام لمدة 38 ساعة نفيا رفضهم عمليات طرح الأحمال. يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت الأحد أن مجموعات دخلت محطتي الزاوية وغرب طرابلس أجبرت المشغلين على إرجاع التيار الكهربائي بالقوة. نشد المدير العام لشركة المطاحن والأعلاف التابعة لوزارة الاقتصاد بالحكومة المقترحة جمال جويلي شركة الكهرباء إعفاء شركة المطاحن من ساعات طرح الأحمال لتسببها في تعطل العمل، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي حسب قوله. أجويلي في مؤتمر صحفي الاثنين قال إن سبب أزمة الخبز هو العجز في توريد مادة القمح وارتفاع أسعار مادة الدقيق في السوق الموازي، مؤكدا أن مخازن الشركة تحوي الآن 50,000 طن من الدقيق بدأت بتوزيعها على المخابز. ألا وصرح وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المقترحة ناصر الدرسي بأن أزمة الدقيق بدأت بالانفراج فعليا، أن عددا من البلديات استلمت حصتها من الدقيق. وأكد الدرسي أن المطاحن العامة والخاصة سلمت بعض الحصص لبلديات عنزارة وأبو سليم ومدينة مصراتة، مشيرا إلى أن التوزيع سيتوالى تباعا على باقي البلديات من يوم الأربعاء القادم. وأضاف الوزير بأنه قد تم تحديد سعر ثابت بواقع 5 أرغفة مقابل دينار واحد، منوها أنه سيتابع رفقة نقيب الخبازين سير توزيع حصص الدقيق على باقي المدن والبلديات. بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس اللجنة الإدارة بشركة البريغا عماد بنكورة إيصال المحروقات والوقود لكافة المناطق، اتخاذ الإجراءات والتدابير لمحاربة ومكافحة التهريب. الموقع الرسمي للمؤسسة أوضح الأحد أنه خلال اجتماع جمع صنع الله بإدارة شركة البريغا في مقر المؤسسة بطرابلس نقش خلاله المستجدات بمستودعات الشركة تحديدا مستودع طريق المطار. أفادت إدارة منظومة الحساونة بأن موعد وصول المياه إلى مدينة طرابلس سيكون مساء الأربعاء، وذلك بعد انقطاع دام لما يزيد عن 5 أيام. المنظومة عبر صفحتها الرسمية الاثنين قالت بأن كافة الكوادر الفنية تواصل العمل جاهدة لإعادة ضخ المياه إلى العاصمة، إلا أن العوائق والأوضاع الأمنية السيئة والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي حال دون ذلك. وتعيش العاصمة طرابلس هذه الأيام انقطاعا لمياه النهر نتيجة تعطل الشبكة العامة للكهرباء وحالة الإظلام التام التي شهدتها المنطقة الغربية. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. انطلاق مسابقة الأقران في حفظ القرآن الكريم بقرية وادنا بمسلات. ترغب قناة التناصح الفضائية في تعيين موظفين في المجالات الآتية: إعداد البرامج، التقديم الحواري، تحرير الأخبار.
مصور فيديو، موظف إداري، وموظف في الرقابة اللغوية والشرعية. وفق الشروط الآتية: أن يكون ليبيا الجنسية أو أجنبياً مقيماً في ليبيا، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، إيجاد التحدث باللغة العربية لمن يترشح لوظيفة التقديم الإخباري والحواري، حسن المظهر وقوة الشخصية، ألا يتجاوز عمره 40 عاما، أن يكون لديه الرغبة في العمل ضمن فريق القناة لتحقيق أهدافها، تعطى الأولوية لمن لهم الخبرة في المجال، على من يأنس في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية للبريد jobs@tanasuh.tv، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات 30 من شهر سبتمبر 2018. أهلا بكم من جديد. أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس عن توزيع مساعدات إنسانية على الأسر النازحة من أماكن الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة. الهلال الأحمر على صفحته الرسمية الثلاثاء أوضح بأن الفريق التابع له وزع مجموعة من الاحتياجات الأساسية على النازحين بمدرسة الانعتاق بمنطقة جنزور، مشيرا بأن هذه المساعدات تأتي في إطار سعيه للتخفيف من معاناة الأسر النازحة. ألا ووزعت منظمة الصحة العالمية الدفعة الأولى من الأدوية الأساسية على 6 مراكز للرعاية الصحية في مناطق غرب وشرق وجنوب البلاد. المنظمة على حسابها الرسمي الثلاثاء ذكرت أن الأدوية الموزعة تغطي احتياجات أكثر من 19,000 مستفيد لمدة 3 أشهر في تلك المناطق. وأشارت المنظمة إلى أن شراء الأدوية والإمدادات الطبية جاء لدعم تنفيذ مشروع الرعاية الصحية الأولية الذي يحمل عنوان تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، الذي تموله وزارة التنمية الدولية بالحكومة البريطانية. اعتبر عدد من نشطاء واعيان وأهالي سبها بأن مدينتهم منكوبة، مطالبين في بيان لهم الجهات الدولية والمحلية التي تهتم بإغاثة الحالات الإنسانية التدخل لغوث الناس. أضاف البيان بأن ممثلي المدينة في الجهات التشريعية والتنفيذية قد خذلوا من رشحهم لحل المشاكل، مطالبين بسحب الثقة منهم. واقترح المحتجون إنشاء كيان مستقل يمثل الجنوب ويهتم بأهله وهو من يمثلهم. أوضح الأهالي في بيانهم أن هذا الموقف جاء نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية التي تشهدها مدن الجنوب. من جهته أعلن مركز سبا الطبي الاثنين عن وصول شحنة من الأدوية والمستلزمات الجراحية والمحاليل الوريدية إلى المستشفى العام بالمدينة. المركز عبر صفحته الرسمية قال بأن الشحنة الطبية قدمت من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف المركز بأن هذه الشحنات تكفي المريض منذ دخوله للعملية إلى الإيواء التي تستمر في بعض الحالات 7 أيام لحالات الجراحة والعظام. هذا ويشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بتوزيع كميات من الأدوية على المراكز الصحية في مناطق برغن ووادي عتبة والغرفة. لازلنا في سبا، حيث أعلن مركز سبها الطبي عن معاناة المركز بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل، الأمر الذي عاقه عن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. المركز أضاف على صفحته الرسمية الثلاثاء بأن أزمة الكهرباء بالمركز تتمثل في الانقطاع التام الذي يؤدي إلى عرقلة نقل المرضى والحالات الحرجة والمعدات الطبية والأدوية الأقسام بالمركز. وأشار المركز إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة سبا ل6 أيام متواصلة تسبب في نقص الكوادر الطبية لعدم توفر الوقود وانقطاع الماء. وصلت إلى مدينة تاورغا عدد من الفصول الدراسية الجاهزة، وذلك لاستخدامها في مواكبة سير العملية التعليمية خلال الفصل القادم. المجلس المحلي تاورغا عبر صفحته الرسمية الاثنين
قال بأن تأمين هذه الفصول جاء تحت إشراف المجلس وبالتنسيق مع مكتب مراقبة التعليم، وذلك بعد عودة المواطنين إلى مدينتهم خلال الفترة الماضية. يشار إلى أن مدينة تورغا تشهد أعمال صيانة، وذلك عقب عودة المواطنين إلى المدينة بعد نزوح دام لأكثر من 7 سنوات. انطلقت مسابقة أمس الأحد من مسابقة الأقران في حفظ القرآن على مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم داخل قرية الأشراف وادنا تحت شعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسابقة بحسب القائمين عليها ستستمر إلى 13 من سبتمبر الجاري، ويشارك فيها عدد من المتسابقين عن القرية. ومعي عبر الهاتف مشاهدينا الشيخ عبد الله سليم، رئيس ومشرف لجنة التحكيم بمسابقة الأقران لحفظ القرآن. شيخ عبد الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. في البداية بعد الترحيب بك شيخ، ما هو أو ما هي أجواء هذه المسابقة؟ أجواء هذه رفيعة جدا وخلاقهم كويسة، طلبة ومستوياتهم إن شاء الله مستويات عالية إن شاء الله تعالى. وهذه المسابقة سميناها باسم مسابقة الأقران لحفظ القرآن الكريم على مستوى منطقة الأشراف بوادنا، خاصة بطلبة وادنا فقط. طيب كيف أتت فكرة هذه المسابقة؟ هل كان هذا موسمها الأول أم أنها أقيمت قبل هذه السنة؟ لا، هذا أول الموسم الأول، أول مرة هو هذا البداية إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله هنستمر في البرنامج هذا بإذن الله. طيب كيف أتت هذه الفكرة، خصوصا بأنك قلت بأن هذه المسابقة هي خاصة بمنطقة الأشراف بوادنا فقط؟ يعني بناء على استماع المدرسين متخصصين في تدريس هذا المجال هذا القرآن الكريم، وقالوا نبغى ناخذوا نخبة باش يشاركوا به إن شاء الله تعالى على مستوى ليبيا إن شاء الله تعالى بعدين بإذن الله تعالى، باش النخبة هذه نطلعوها سوا في كل مجال، نطلعوا نظرين ثلاثة طلبة هذوما نهتموا بهم أكثر من الآخرين، وإن شاء الله تعالى نشاركوا بهم على مستوى ليبيا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. طيب ما هي جوانب هذه المسابقة فضيلة الشيخ؟ الجوانب يا سيدي عندنا القرآن كامل والنصف الأول والنصف الأخير والربع الأخير والأجزاء الثلاثة والجزء الأخير اللي هو جزء عام. نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الله السليم، رئيس ومشرف لجنة التحكيم بمسابقة الأقران لحفظ القرآن الكريم. قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الاثنين نقلا عن ناجين أن ما يقارب عن 100 مهاجر لقوا حتفهم في أوائل سبتمبر لما غرق قربان مطاطيان قبالة السواحل الليبية. المنظمة على موقعها الإلكتروني أضافت أن القاربين انطلقا من الساحل الليبي في أول سبتمبر، وكان كل قارب يحمل عشرات الأشخاص معظمهم أفارقة. نقلت المنظمة عن أحد الناجين قوله إن محرك أحد القاربين تعطل بينما فرغ الهواء من القارب الثاني، ونجا البعض بالتشبث بالحطام الطافي. ذكرت صحيفة أويل أند غاز جورنال اليوم الثلاثاء أن أسعار خام برنت ارتفعت بشكل ملحوظ في سوق لندن الاثنين، استمرت في الارتفاع اليوم الثلاثاء بسبب تقارير إخبارية انتشرت بعد هجوم مسلحين على مقر المؤسسة الوطنية للنفط. وأضافت الصحيفة أن ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر المؤسسة للهجوم، حيث نقلت عن محللين أن الحادث الأخير يثير احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في مستويات إنتاج النفط في ليبيا. هذه نظرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. We'll be right back.
قبل ختام النشرة مشاهدينا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بريطانيا تجدد تحذير رعاياها من التواجد في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية. وزير الخارجية المفوض بالحكومة المقترحة يصف تصريحات حفتر بشأن الجزائري بغير المسؤولة. الشركة العامة للكهرباء تؤكد عودة الكهرباء تدريجيا للمناطق الجنوبية والغربية. وتابعتم في هذه النشرة أيضا انطلاق مسابقة الأقران في حفظ القرآن الكريم بقرية وادنا بمسلطة. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، على إسعاني في الختام إلا أن أحييكم، دمتم في أمان الله.